أيبوان صباح الخير، يا هلا ويا مرحب ويا غلب. حلقة جديدة وبلدة جديدة من على فين. ما رح أقول لكم حنا وين، لكن رح أعطيكم بعض من المعلومات الرئيسية. البلد اللي حنا فيه ذكر ابن بطوطة في كتاب رحلاته من القرن الـ11، بعدها توالوا عليهم البرتغاليين والهولنديين والبريطانيين. تحتل هذه الدولة مكانة جداً كبيرة بعد ما أخذت استقلالها، وتعتبر مزار رئيسي وجاذب للسياح. من ضمن ألقابها دمعة الهند، لأنها صايرة تحت الهند تقريباً وعلى شكل دمعة في الخريطة. لكن على عكس ذلك بتاتاً، من أجمل الألقاب اللي لقبت فيها مدينة الابتسامة، لأن وين ما تمشي الناس تبتسم لك. اليوم رسمياً تبتدي سياحتي واستكشافي لسريلانكا الجميلة. من شمالها لجنوبها، بجبالها ببحارها، رح تبتدي رحلتنا من العاصمة كولومبو، رح تكون نقطة عبور. بالعادة السياح اللي يزوروا سريلانكا ياخذوا باكج كامل 5 أيام أو 7 أيام، يزوروا فيها مناطق مختلفة. هنا التنقل كله بالسيارة وما في سفريات في الطيارة. إيش ممكن نسوي في سريلانكا بسبعة أيام؟ تابعوا حلقاتنا. إذا ما عندكم شغل ضروري بالعاصمة كولومبو، فأغلب الناس تتعامل معها كنقطة عبور لبوابة استكشاف سريلانكا، وهذا اللي سويته لأن وقتي محدود للأسف. لكن لو صار وجلست فيها فترى، باقي الكثير ما قدرنا نغطيه، مثل المستشفى الهولندي، حي السفارات، وإنك تطلع الأعلى قمة برج اللوتس، والمتحف الوطني، وأكيد إنك تجرب الأكل البحري لأنهم مشهورين فيه، وتحديدا الكراب الأحمر اللي يصطاد يوميا فريش وبكثرة، ويعتبر أكلة شعبية. ومن أجمل شواطئها هو شاطئ جبل لافينيا. يسرسح بعد المشي الطويل اللي ممكن تمشونه في العاصمة كولومبو. إذا تعبتم، من أجمل الأماكن للاستراحة هي حديقة الملكة فيكتوريا اللي أمرت ببنائها من وقت الاستعمار البريطاني، ما زالت تحافظ على نفس أهميتها وإرثها. هي مزار رئيسي لطلاب الجامعات، للناس اللي تبغى تستريح، للناس اللي تبغى تتكي بالساعات. مزار ولا أروع. الخضرة من حولكم فيها نوافير موية، فيها أنواع من الطيور النادرة. لو تشوفون الشجر معاي كيف ما أجمل وما أروع. من أكثر الشوارع حيوية في كولومبو هو جول فيس. هذا الشارع يعتبر مثل كورنيش، ولكن برضو يحتوي على عدد من الملامح الرئيسية اللي تحكي تاريخ هذه العاصمة. عندكم هنا البرلمان القديم، إذا تذكرون المشاكل السياسية قبل كم شهر اللي اقتحموه المتظاهرين وطلعوا رئيس الوزراء منه، هذا هو وراكم. أما من الجهة اليمين فتلاقون البورد الجديد اللي قاعدة تبني الصين وتستثمر فيه داخل سريلانكا. المساحة الخضراء اللي وراي واللي على طول ممشاها على البحر، هنا في الليل تتحول إلى منطقة مشاوي مفتوحة أو ستريت فود. وبرضو في اللي عشاق الطائرات الشراعية تشوفونهم قبل المغربية، مزار جدا مهم للعوائل، للحبيبة اللي جايين أزأز وليف، يعني مشهور المنطقة هنا. تشوفون كذا كل اثنين مع بعض في حالهم، يأكلون آيس كريم، يأكلون وجبات خفيفة، لأنه يعني هنا الحالة المادية مش كثير مرتفعة، فتكون هذه يعني بالنسبة لهم بعض من الأنشطة الترفيهية الرئيسية اللي ممكن الواحد يقضي فيها وقت. ومن وراي في الشنغريلا تاور راح تحصلون أكبر مول في كولومبو على مستوى كمان سريلانكا، في ماركات عالمية تقدرون تعتمدون عليه إذا كان ناقصكم بعض من الحوائج أو إذا حبيتوا تتسوقون في كولومبو. المسجد الأحمر، من اسمه مبني من الطوب الأحمر ومخطط بالأبيض، يقع بوسط حي بيتاه المشهور والمعروف الداون تاون. يعتبر من أقدم مساجد سريلانكا وأجملها، انبنى عام 1908 على يد الجالية الهندية. تقام فيه الصلوات الخمس وأكيد صلاة الجمعة في قسمين نسائي ورجالي،
وراه قصة جميلة جداً. يقال إن كان مخصص يومياً وقت صلاة المغرب لاستقبال البحارة المسافرين، يقدم لهم وجبات عشاء مجانية وجماعية طبعاً ترحيباً فيهم وإكراماً لهم بعد عناء السفر. معروفة كولومبو بأنها بوابة خط الحرير، وسفن التجار ما كانت توقف اللي جاية من الخليج، وغالبيتهم طبعاً مسلمين، فيصلون ويتعشون ويرتاحون ويأخذون علوم بعض قبل لا يمارسون تجارتهم ويرجعون يسافرون. للي يسألوا عن السكن في كولومبو أنصحكم بموفنبيك داونتاون. فعلياً ما احتاج سيارة بتاتاً داخل المدينة، لأن كل شيء كان قريب مني والمشي سلس وممتع. بالنسبة للسعر كان جداً مناسب، الغرف تقييمي لها ممتاز جداً. غير كذا والأهم وأخيراً، بعد أسبوعين من الأكل الهندي لقيت أكل يسد حاجتي وجوعي واشتياقي للأكل العربي. واسألوهم عن شيء اسمه ميلك رايس، طعم خيال ولذيذ، أعتقد مشهور بس في سريلانكا. أقدر أقول لكم يعني كأنه رز بحليب بس محلى بزيادة، وكذا طريقته كأنه ستيكي رايس. ما أعرف كيف أشرح لكم، إذا كنتوا هناك جربوه بنفسكم. كولومبو ساعتين ونص في السيارة علشان نوصل بنا ولا إلى ميتم الفيلة. هنا يراعونهم ويدارونهم ويعرفونكم تاريخهم وتساعدونهم بالطبابة لهذه الفيلة اليتيمة. طبعا سريلانكا حاولت تسن قوانين جديدة لحماية الفيلة، من ضمنها سنت غرامات على اللي يأذونهم، على اللي يشغلونهم ساعات طويلة، على اللي يأذونهم أو يربطون رجولهم أو يستغلونهم بأعمال غير قانونية، وهذا الشيء طبعا لصالح ومصلحة الحيوان. احنا هنشارك مع تحميم الفيلة، ولا تنسوا تراهم يقفلون 4:15، فحاولوا تكونون مستعجلين تجون من 8 الصباح. خلاص شفتوني، ضحكتوا استانستوا، انا اللي مستانسة. تجربة من العمر، رائعة رائعة رائعة، ادرينالين للسماء. في البداية كنت خايفة وليفين جدا، ويقول لك اصلا الفيلة من ارق وكثير حساس، من ارق الحيوانات واكثرها حساسية بالتعامل، يحسون باللي حولهم. اوكي الموية ما كانت انظف شيء، بس انا راح اعتبره ان كذا سماد طبيعي ويساعد على منابت الشعر وتقويته. انا كثير مبسوطه لاني اولا الفلوس اللي دفعناها للحديقه هو دعم لهذا الميتم لحمايه الفيله ورعايتها، وغير كذا تجربه استثنائيه ما راح تحصلونها باي مكان. فاذا جيتوا سريلانكا لازم تجربونها، لا تخافون ولا تستخسرونكم تاخذون التجربه كامله. تعودتوا علي أختم الحلقة، بس شلون بالله عليكم أختم شيء باقي ما ابتدى؟ رحلتي توها تبتدي، فطرت، بدلت، استأجرت سيارة تبقى معي طول الرحلة، تقريباً مع السائق فول دي باليوم الواحد، وسفريات داخلية تكلفكم حول 70 دولار، وطبعاً على حسب حجم السيارة. مستعدين؟ متحمسين؟ على فين؟ يلا نستكشف سوا سريلانكا.